صباح الخير اعزائي المشاهدين، معاكم كابتن شريف حموده. هنتكلم النهارده عن اضرار شيل الشنط، ومعايا ريتاج وياسين زي كل حلقه. انتوا عارفين طبعا المشاكل اللي بتتعبكم دايما في شيل الشنط، مجربينها يعني. الكتب بتبقى تقيله جدا صح. قولي لي، بتشيلي الشنطه ازاي وانت رايحه المدرسه؟ ساعات على كتف واحد. ساعات على كتف واحد انت ياسين برضه؟ ساعات على كتف واحد، ساعات مش بشيل. اوكي، ساعات بتمسكوها في ايديكم كده في ناحيه واحده صح. ساعات بتشيلوها على ظهركم الناحيتين مع بعض. وفي ساعات الشنطه اللي هي بنجرها على الارض فيها لا عجل. لا ممكن الاطفال الصغيرين شويه ساعات بيجيبوها صح كده. بس انا اكتر اني مش بشيلها، بمسكها كده. بتمسكها في ناحيه واحده. اوكي، ساعات بتشيلها على كتفك. الاكترين اللي انا بمسكها كده اما فعلا بشيلها على كتف واحد. طيب زي ما شوفنا احنا كده دلوقتي، الموضوع ده ان انت تشيل الشنطه في اتجاه ناحيه واحده ده بيعمل مشكله جامده قوي في العمود الفقري. ليه؟ لان انت بتفضل لفتره طويله شايل حمل يا اما على كتفك او في ايدك في الاتجاه ده. فاللي بيحصل ان انت المفروض تعمل توازن للسباين، العمود الفقري بتاعك، ان هو يفضل في خط ثابت. فبيحصل ايه؟ ان انت بتعمل مقاومه، يعني الجنب الثاني ده هو اللي بيشتغل. هو ده ممكن نعمله كاكسرسايز ورك اوت، تمرين لي ان انا بقوي الجناب بتاعتي. ان انا لو في الجيم او في البيت بجيب ويت خفيف وببتدي ان انا اشغل الجزء المعاكس، بس ده بيبقى لفتره صغيره، مش ان انا بقعد لمده طويله ماسك الحمل ده في اتجاه واحد وماشي بيه. ده ممكن يعمل تشوهات في العمود الفقري، او يعمل مشكله في الكتف. ان ساعات كده نبص على الاطفال او حاجه تلاقي عنده كتف نازل وكتف اعلى من الناحيه الثانيه. فلازم ان انا انبه على الاطفال عندي او ولادي ان هم لما يبقوا يعملوا حاجه زي كده يبدلوا، ما يفضلوش شايلينها في اتجاه واحد بس. يعني اما لو بيشيلها بايده في الهاند تحت كده، لا اقول له شويه كده وبعدين ينقل الناحيه الثانيه لما يتعب، او على الكتف ده يبدل الناحيه الثانيه. افضل طريقه نشيل الشنطه الاثنين مع بعض يبقوا على الظهر. دي احسن حاجه ان احنا ممكن نعملها. فالنهارده احنا هنعمل مع بعض تمارين دلوقتي تخص الموضوع ده، لان انتوا لو فضلتوا فتره طويله بتعملوا الطريقه دي هتعمل لكم مشاكل كثيره قوي في ظهركم من تحت، في العمود الفقري، في الكتف، ممكن ياثر بعد كده في الفقرات بتاعت الرقبه والعضلات بتاعت الرقبه. كل الحاجات دي بتسمع بعد كده في حاجات تانية مع الوقت. أوكي. فاحنا هنبدا دلوقتي نعمل تمارين نقوي بيها العضلات اللي احنا بنستخدمها في شيل الشنطه، عشان نقدر بعد كده نكمل يومنا في المدرسه ما نحسش بوجع ونحس ان احنا قاعدين تعبانين مش عارفين نركز مع ايه الكلاس بتاعنا. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا نبتدي التمرين بتاعنا. اول تمرين بعمل ميل للجنب بوزن في اتجاه العكس، بعمل الناحيتين ده كده، بشغل العضلات الجانبية عكس اتجاه الوزن بتاعي. التمرين التاني ده الدوران، بلف يمين وشمال، بشغل العضلات برضو الجانبية بتاعت الوسط. التمرين التالت إطالة لعضلات الظهر والدراعين، وأفضل من وضع الثبات. التمرين الرابع ده بيبقى رفع الإيد للجناب، بشغل عضلات الكتف فيها. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا التمارين بتاعتنا. زي ما شفنا كده مع بعض، احنا عملنا تمارين تقوية للعضلات بتاعت الظهر والرقبة والكتاف والمنطقة بتاعت الأوبليكس، تمام، لان دي طبعا بتشارك معانا كده. وزي ما شفنا ياسين وريتاج برضو ساعدونا قوي في التمارين دي، استفدتوا بيها، حسيتوا بالعضلات وهي شغالة. لو استمريتوا على التمارين دي دايما هتفيدكم قوي. وحاولوا زي ما اتفقنا كده ان انتوا دايما ايه نشيل الشنطة بتاعتنا على الظهر الناحيتين مع بعض، ولو هنشيلها في ناحية واحدة نبدل ناحية وناحية. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا. شكرا ليكم أعزائي المشاهدين، وبشكر ريتاج وياسين على تعبهم معايا النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة من حلقات سوبر هيرو. سوبر هيرو.